السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أهلا وسهلا بيكم في لقاء أسبوعي متجدد، برنامج حزبة بيرما، برنامج مهتم بالشأن الداجني والسمكي والحيواني وبالأخص الشأن الداجني. عندي مشكلة هنبدأ بيها، هي مشكلة بتستفزني على المستوى الشخصي. أسعار الكتاكيت اللي اتكلمنا فيها المرة اللي فاتت وقلنا إن هو وصل لإنه يبقى الحاج كتكوت أو كتكوت بيه أو ما شابه، وإننا ما ينفعش نناديه باسمه كده، لازم نحط له لقب. وللأسف ورغم إن إحنا قلنا وعدنا وزدنا، الكتكوت اللي كان ب13 وربع الأسبوع اللي فات، الأسبوع ده بقى ب14 جنيه. المرة دي مش هنتكلم على سعر الكتكوت، هنتكلم على مشكلة تانية مستفزة لأي حد. حقيقي المشكلة دي أنا حاولت فيها جاهدا أتكلم مع أصحاب الشأن وناقشهم فيها، بس للأسف لا حياة لمن تنادي. مشكلة إيه؟ مشكلة سعر التنفيذ. سعر التنفيذ يعني لو افترضنا إن الشركات بتكتب أسعارها يوميا، بتقول أنا سعري مثلا 13 جنيه. جميل، بتعلن أن السعر عندها 13 جنيها. إيه اللي بيحصل بقى؟ بيحصل إنهم بيبيعوا في الحقيقة 10.5، 11، 10. يبقى السعر اللي بيتكتب غير السعر اللي هم بينفذوا بيه. بيسلموا الموزع بأرقام أقل قليل، أقل كثيرا، بيسلموا الموزع بأرقام أقل كثيرا من السعر المعلن. وعشان نبسطها، هو كاتب عنده 13 جنيه وبيبيع للموزع ب11 جنيه. الموزع ده إلا من رحم ربي وهم قلة إن وجدوا، يعني مش بيحاسب المربي على ال11 جنيه، لا ده بيحاسبه على ال13، بيقول له الشركة الكتكوت عندها ب13 جنيه ويحاسبه على 13. إذن الشركة في هذه الحالة بتظلم المربي لمصلحة الموزع. اتناقشت مع كسر من أصحاب الشركات، شركات الأمهات، وقلت لهم يا ناس يا هو، الموضوع ده كده غلط، وانتوا كده بتظلموا المربي اللي هو أصلا أساس العملية، أساس القصة كلها، أساس الليلة كلها مبني على هذا المربي، فانتوا كده بتظلموه لصالح الموزع. هم عندهم قناعة أصحاب الشركات إن الموزع حر يعمل اللي يعمله، الموزع حر يعمل اللي يعمله لأنه بيشيلهم طول السنة وبياخد كتاكيتهم حلوة وحشة، صغيرة كبيرة، المهم إن هو له حصة بياخدها منهم باستمرار. كلمت مع كتير من أصحاب الشركات وكلهم فعلا بيقولوا إن ده أمر لا محالة هيحصل. طب يا جماعة، اعلنوا سعر التنفيذ بزيادة بسيطة عن اللي انتوا بتبيعوا بيه. لا، هم مصممين يعلنوا سعر عالي والتنفيذ للموزعين يبقى قليل. طيب لما يجي مربي ياخد منهم بقى، بياخد بالسعر العالي، ياخد بال13. انا بقول لكم المشكلة دي ليه؟ لانها لازم يبقى لها حل، لازم يبقى فيه المعلن اسعار الكتاكيت يبقى زي اسعار التنفيذ حقيقي. وبعيد تاني، انا اتكلمت مع شركات كتير في هذا الشأن وكلهم لا حياة لمن تنادي، كلهم اصدقائي واخواتي واهلا وسهلا وعلى دماغي، بس كلهم لا حياة لمن تنادي، هي دي سيستم وهو ده سياسة ومش هيتراجعوا فيها. فلازم يكون في اي آلية نغير بيها السيستم ده لانه مشكلة. ده كمان في حاجة، ده ساعات الشركات دي الاسعار تنزل، يعني السوق ده حكم ومحكمة، فبينزل سعر الكتكوت، هو يفضل محتفظ بيعلن السعر العالي عشان يبقى هو كده شركة محترمة،
انا م... انا بع... انا سعري عالي، وفي نفس الوقت بيبيع ب10 او ب9 في الايام دي او باي رقم، عشان يبقى الايه اسمه شركه مش الشركات الكبير. لا ده ساعات كمان غير ان هو بيبيع ب10 وهو اصلا كاتب 12.5، ساعات بيبقى عايز السوق ما ينزلش، لان هو لو يعني هم بيتكاتفوا اصحاب شركات الامهات، يقول لك احنا لو اعلنا 10 احنا كشعب مصري يعني لما بنلاقي الحاجه بترخص بنعزف عن شراها وبن ايه بنتدلع شويه، فلو الكتكوت سعره المعلن نزل فالناس هتتدلع في الشراء، فهم خايفين من كده، حابين يحافظوا على السعر العالي، يحافظوا عليه في الايه في المعلن، انما في الحقيقه بيبيعوا رخيص. دي مشكله ولازم تتحل. طبعا احنا عندنا مشاكل كتير، احنا برضو جزء من اسبابها، بقت ظواهر عندنا كل يوم بيظهر لنا في هذه الصناعه ظاهره اسوأ من اليوم اللي قبله، على سبيل المثال وليس الحصر. كان زمان، مش زمان قوي يعني، كان من فتره قريبه، العربيه اللي بتيجي تشتري فراخ من المزرعه بتدفع فلوسها قبل ما تتحرك. دلوقتي الموضوع اختلف ما شاء الله، بقت العربيه تيجي والفلوس عند السمسار، يعني يتقال للمربي كده الفلوس عند السمسار، والفلوس تيجي بعد 10 ايام. المشاكل دي حصلت ليه؟ لان في بعضنا قبل الموضوع، يعني بعض من المربيين قبلوا هذا، والمربي المحترم ما قبلش، بس مع الوقت لقى نفسه ان هو مضغوط ولازم يستجيب للي قبله غيره. أنا بقيت ببيع وبقيت باخد الفلوس بعد أسبوع، وبعد كده بقت بعد 10 أيام، وبعد كده بقت بعد 15 يوم، في حين إن إحنا كنا الأول لازم الفلوس تدفع على باب المزرعة. دي برضو ظاهرة سيئة، من استجاب لها في البداية اضطرنا كلنا إن إحنا نستجيب ليها. وزي ما بيقولوا في الجيش، الحسنة بتخص والسيئة بتعم، لما واحد فينا بيعمل بلوى زرقاء غلط وواحد كمان يعملها فهي بتعم سيئة علينا كلنا. فهي حاجات تحرق الدم ولازم نلاقي لنا فيها صرفة يعني. عندي حصل الأسبوع اللي فات حاجة كويسة بعيدا عن حرق الدم يعني، معالي وزير الزراعة، معالي وزير الزراعة اجتمع مع أعضاء الاتحاد، الاتحاد العام لمنتجي الدواجن. السيد مرزوق القصير اجتمع مع الدكتور نبيل درويش والمهندس محمود العناني والمهندس طارق توفيق والدكتور مجدي حسن والدكتور إياد حرفوش، دول أعضاء مجلس الاتحاد أو أعضاء مجلس إدارة اتحاد مربي الدواجن. اجتمعوا مع بعض مع الوزير، الاجتماع ده نقلته جريدة الأرض، الأستاذ محمود البرغوثي كتب في لقاء ودي في ديوان عام المحافظة تمكن اللي هو الدكتور نبيل والمجموعة في الاتحاد من تمرير عدة رسائل مباشرة للوزير ونائبه تجسد آلام المربيين ومستوردي الأدوية ومنتجيها ومصنعي الأعلاف بسبب المخاطر التي تتعرض لها الصناعة. وقال الدكتور نبيل درويش اللي هو رئيس اتحاد عام منتجي الدواجن أن الوزير يتسم بالقدرة على الاستماع. وزير الزراعة الأستاذ محمود البرغوثي بيقول بأنه يتسم بالقدرة على الاستماع بدقة، كما أن نائبه المهندس مصطفى الصياد متحفز لينفذ كل ما من شأنه تغيير الأوضاع. دكتور نبيل في تصريحه للأرض قال أنه لم يخفي تفاؤله بالاستجابة، تفاؤله يعني بأن الوزير هيستجيب لمطالبهم المشروع، الوزير هيستجيب لمطالبهم المشروع. باختصار الاتحاد، الوزير جاي جديد، الاتحاد قعد معاه قال له على مشاكل الصناعة وآلامها وآملها،
وهم حاسين ان الوزير بيستمع بصورة جيدة وان الوزير عنده استعداد لتقبل ما قالوه له ونائب الوزير. طبعا هم سعداء جدا ومتفائلين خير، واحنا متفائلين خير برضو ومستنين نشوف ترجمة هذا التفاؤل هنوصل بيه لايه. كنت مع الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، وقال نفس الكلام، قال ان الوزير يستمع جيدا وبيستمع وعايز يعمل حاجة كويسة، واحنا بنتمنى ان هو فعلا يلبي طموحاتنا ويعمل حاجة كويسة لينا. طيب عايز اكلمكم في موضوع مهم برضو. في بدايات هذا البرنامج من اكثر من عامين، وكانت تقريبا في الحلقة الثانية، كان ضيفي المهندس سامي عايد. احب اسمع المهندس سامي عايد قال ايه، لاني هبني على اللي هو قاله ده كلامي اللي بعد كده. يعني نسمع المهندس سامي ونرجع تاني عشان هبني على كلامه. اتفضلوا يا جماعه. اهلا وسهلا بيك، نورت الدنيا كلها، نورت حزب بيرن. الله يخلي حضرتك. بداية انا اللي بشكرك على الفكرة بتاع البرنامج دي. ربنا يبارك، لان انت كده عملت منبر لصناعة الدواجن. الصناعة دي طول عمرها احنا بنتكلم في مشاكلنا بيننا وبين بعضنا، يمكن دي اول خطوة ايجابية ان توصل صوتنا برانا. فانا بحييك على الفكرة واتمنى لك مزيد من التوفيق. ربنا يبارك فيك يا باشمهندس. انا عايز اقول في البداية، واحنا قاعدين مع بعض أنا وحضرتك وبنفكر في إعداد البرنامج ده وبنناقشه، حضرتك قلت لي كلمة وأنا حابب أقولها، أنا قلتها في الحلقة اللي فاتت وهكررها المرة دي. حضرتك قلت لي إحنا مش عايزين نقلب البرنامج ده المناحة، يعني مش عايزين نقعد نعرض مشاكل ونقلبه المناحة. لا، هو طبعا إن إحنا نقلبها مناحة، الأول لو هنقعد نعيط أو هنقعد نندب حظنا مش حل، احنا عايزين نفكر في الحل. ده كان كلام المهندس سامي عايد في تاني حلقة من حلقات البرنامج ده. واحنا على مدار سنتين حكينا كل المشاكل، واتحدى اتكلمنا في كل مشاكل الصناعة، واتحدى ان يكون في حاجة احنا ما اتكلمناش فيها. وصلنا صوتنا جاهدين وقدر الامكان الى كل من كان، وما زلنا. بس تغيير شويه في سيستم البرنامج، اللي احنا كنا بنحكي المشاكل عشان الاخرين يستمعوا اليها يعني. فانا واضافه الى هذا البرنامج حابب كمان انقل ليكم لحضراتكم للمربيين ما يحدث في العالم الاخر. اصل احنا عايشين كمربيين في عالم متقوقعين على نفسنا، وحاسين ان احنا محور الكون والدنيا كلها بتلف حوالينا، ومش شايفين ان في عالم اخر واسع بيحصل فيه حاجات كتيره جدا احنا مش واخدين بالنا منها. فانا حابب انقل لحضراتكم الحاجات دي. احنا من اول حلقه في الموسم ده واحنا بنحاول ننقل لكم ما يحدث في العالم الاخر اللي حضراتكم يمكن تكونوا مش متابعين. كان عندنا معرض أجرو دلتا الأسبوع اللي فات. النهاردة أنا حابب أبارك للزميلة الصحفية الأستاذة دينا أبو المجد، وأقول لها ألف مبروك على نجاح معرض أجرو دلتا اللي كان في المنصورة. كان معرض ولا أروع من كده. المعرض ده عبارة عن إيه يا جماعة؟ عن شركات بتعرض، سواء شركات أعلاف، سواء شركات أدوية، سواء كتاكيت وأمهات، معدات وكذا وكذا وكذا، بيعرضوا وناس مربين بيحضروا. بس أصحاب المعارض أو اللي بينشئوا المعارض زي معرض أجرو دلتا والأستاذة دينا بدأوا يبتكروا حاجات جديدة عشان بيجددوا بيطوروا من نفسهم. فدخل جديد في الموضوع حكاية إن
يحصل مؤتمرات، يحصل أثناء المعرض مؤتمرات. وقد كان في معرض الأستاذة دينا حضرنا أكتر تقريبا من 10 مؤتمرات، المؤتمر فيهم في محاضرة واثنين لعظماء الصناعة، سواء في الإنتاج الداجني دكتور أشرف صيوح قال محاضرة ولا أروع من كده، المهندس عاطف عبد الدايم قال محاضرة عن الأمن الحيوي وعن كمية الهواء اللي المفروض تدخل كل عنبر وكذا وكذا وكذا، المهندس عاطف عبد الدايم قال محاضرة ولا أروع من كده. كمان كان في محاضرات على اللارج أنيمال، كان في محاضرات على الحيوانات المنزلية، كان في محاضرات بتتكلم عن السعار، محاضرات كانت رائعة. ألف مبروك دينا أبو المجد، أبدعتي في هذا المعرض وإن شاء الله السنة الجاية يبقى أحسن وأحسن، أنت في تطور مستمر، ببارك لك وبشكرك على تكريمنا في المعرض ده، شكرا جزيلا. كمان كان ليها للأستاذة دينا كان ليها لفتة رائعة جدا في المعرض، كرمت المهندس محمد رسمي الله يرحمه، مات السنة اللي فاتت، فكانت لفتة جميلة قوي من دينا أبو المجد إنها تعمل له تكريم وتجيب ابنه وتكرمه. محمد رسمي طيب الذكر رحمه الله، وهي هنا قالت أرصد قيمة حلوة قوي، إن مش لما البني آدم بيموت يبقى مات خلاص، لا ده ذكره أو إن هو يكون إنسان كويس فهيفضل مستمر معانا فترة طويلة. بمناسبة المعارض، فوجئت باتصال من صديقي العزيز الدكتور سامي عفت. دكتور سامي عفت قال لي في ايفنت مهم لازم تحضره، هذا الايفنت بينظمه مجلة اسمها مجلة الشرق الأوسط، دي مجلة تقريبا عربية عالمية، مجلة الشرق الأوسط. هذه المجلة هي مجلة الشرق الأوسط، المجلة دي مهتمة بالشأن الداجني والحيواني والماعز والخيول وكذا وكذا وكذا، ده اهتمام المجلة. المهندس سامي عفت قال لي أنت مدعو لإيفنت هتعمله هذه المجلة. المهم الإيفنت ده هيتكلم عن إيه؟ قال لي هيتكلم عن الأمن الحيوي. الأمن الحيوي، احنا عندنا مرة كنا بنحضر مجموعة مربيين كتير، كان في محاضرات بتحصل، فجاء حد يتكلم عن الامن الحيوي، محاضر بيتكلم عن الامن الحيوي، ام مربي ام قايم ام قايل يا جماعة مش عايزين حد يكلمنا عن الامن الحيوي، مش عايزين حد يكلمنا عن الامن الحيوي. ده بيقول ان احنا كمربيين صغار او متوسطين موضوع الامن الحيوي ده مش بيعنينا قوي، يعني بنتجاهله، مش عارف احنا بنتجاهله ليه. المهم المجلة عاملة، مجلة الشرق الأوسط عاملة إيفنت هتتكلم فيه عن الأمن الحيوي، وفي نفس الوقت هي بتدعو لحاجة اسمها معرض أبو ظبي. معرض أبو ظبي ده VIV، هو شبيه بمعرض أجرينا عندنا في مصر، حاجة زي أجرينا كده بس حاجة عالمية، يعني بيتعمل تقريبا VIV ده بيتعمل تقريبا في 10 دول من دول العالم، 10 دول VIV بيعمل معرض زي أجرينا بالظبط. طيب رحنا نحضر المعرض ونشوف، نحضر الإيفنت ونشوف هيتكلموا في إيه، وكانت دي صور من الإيفنت اللي حضرناه اللي قدام حضراتكم. حضر الإيفنت مين؟ ولأول مرة الدكتورة منى محرز تظهر على الشاشة بعد تركها الوزارة، ظهرت معنا الدكتورة منى محرز في هذا الإيفنت. حضر برضو الدكتور عبد الحكيم رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حضر المهندس توني فريجي، حضر المهندس موسى فريجي، حضر المهندس سامي عفت، الدكتور سامي عفت، حضر ناس كبار جدا في الصناعة. اللي أنا عايز أقوله لكم
ان الاستاذ غسان صاحب مجله الشرق الاوسط لما سالته قلت له عنوان الايفنت ايه؟ السلوجان بتاع الايفنت ايه؟ الشعار الرئيسي بتاع الايفنت ايه؟ انتوا بتدعوا لمؤتمر في ابو ظبي بس اكيد الايفنت له شعار. قال لي شعاره ان احنا مش، قال لي الايفنت مالهوش شعار، بس هي القصه ان احنا هنتكلم في ان احنا مش عايزين نفطس المربي الصغير. هو لبناني مستر غسان لبناني، فطلعت كلمه نفطس المربي الصغير دي طلعت منه زي العسل. فانا قلت له والله مش عايزين نفطس المربي الصغير دي، يجوز انها تبقى سلوجان، ما فيش مشكله، ممكن نعمله ان السلوجان بتاع هذا المؤتمر مش عايزين نفطس المربي الصغير. وبما اني انا موجود في هذا البرنامج عشان انقل لكم احداث، مش شرط يعني نقعد نكلم بعضنا، ممكن نسمع الناس دي وهي بتتكلم، ده جزء مننا، لازم نسمعهم. الناس دي لازم نسمعهم، ولازم كمان ننقل لكم احنا بنرد عليهم نقول لهم ايه. معانا تقرير من الايفنت هنتفرج عليه ونرجع نتكلم كلمتين عنه. اتفضلوا يا جماعه. اطلب من خالد اذا عندك اي تعليق، لانه بعرف انه ارائك معروفه. شكرا جزيلا. تفضل قصك. شاكر فضلكم، شاكر وجودكم. ليا ثلاث تعليقات بسيطه. عشان انا مربي دواجن فانا عندي ثلاث نقط. دكتوره اللي هي في قلوبنا كلنا، دكتوره منى، وهتفضل في قلوبنا على طول. بس انا دايما بعترض على بعض الحاجات وهي بتقبل اعتراضي. انا معترض مش على قانون 70، انا معترض على ان قانون 70 مفيش اليات موجوده لتنفيذ القانون. الاليات دي محتاجه ميزانيه كبيره، والدوله ما عندهاش استعداد انها تطلع الميزانيه اللي تطبق بيها قانون 70. قانون 70 قانون محترم، لو طبق مشاكل الصناعه تتحل، بس للاسف احنا ما عندناش اليات. لو جينا فصصنا الاليات بتاعه قانون 70 اليات تنفيذه، يعني مش هنلاقي ولا حاجه من اللي المفروض تتعمل واللي احنا بنسعى ليها من فتره طويله. احنا قلنا ان المجازر موجوده وبتكفي، بس هل هي موجوده في اماكنها الصح؟ دكتوره منى تقول لا، مش موجوده في اماكنها الصح. المجازر مكدسه في اماكن، وفي اماكن ما فيهاش مجازر خالص. اذا وبالضروره الفرخه هتتنقل كده كده من مكان لمكان حي. ده اول حاجه. العربيات بتاعه النقل، طريقه تعامل المزرعه مع المجزر مشكله خطيره، لان المجازر بتاكل اجل، والمزرعه محتاجه ان هي تقبض فلوسها على باب المزرعه. قصص كبيره في قانون 70 هي عباره عن اليات. مفيش اعتراض على القانون يا دكتوره، واحنا معاه ومع حضرتك. احنا اعتراضنا كله على الاليات اللي محتاجه مجهود ومحتاجه ميزانيه كبيره. ولو حضرتك اختلفتي معايا اسمع اختلاف حضرتك وبكون سعيد باختلافي معاكي. بعلق برضو على موسى بيفرق. هو قال الالتزام الحكومي بنقل مزارع الدواجن. انا شايف ان ده حاجه شبه مستحيله. احنا عندنا الصناعة دي زي ما توني بيقال، قال زي الدكتور، دي بتخدم صغار مربيين في الدلتا وفي اماكن كتير في مصر. صغار المربيين دول صعب جدا ان هم يتجمعوا، ده مبدئيا شبه مستحيل ان احنا نتفق مع بعض على اننا نطلع لمكان بعيد، وصعب جدا ان يكون عندهم امكانيات للنقل ده. وحتى لو عندهم امكانيات واستعداد للنقل، فاحنا محتاجين في الاماكن اللي هيتنقلوا ليها بنيه تحتيه خطيره، محتاجين مستشفيات. انا مش هنقله من غير ما اكون عامل له مستشفى ومدرسه وطريق وقصص كتيره هنقله فيها، لاني بنقل له حياته. يعني بلس ان هو ما عندوش استعداد لده نفسيا، بس لو افترضنا ان احنا اوجدنا هذا الاستعداد فانا محتاج اوجده له بصوره لائقه.
انما هقول له روح انت الصحراء يا حبيبي لوحدك كده عيش حياتك من غير مدرسه لابنك ما ينفعش. دي تنفع لكبار المستثمرين، تنفع لكبار المستثمرين، انما لل 70% اللي هم المربين الدواجن اللي بتقوم عليهم الصناعه فانا اعتقدها شيء مستحيل. وبما اني يعني خلقت لاعترض يعني بعد اذن الدكتور، وبما اني خلقت لاعترض المعترض على الدكتور سيد شلش في انه بيقول ان الصناعه مش عشوائيه، اللي هي الصناعه عشوائيه منذ خلقت الى ازل الازلين، الصناعه عشوائيه وهي جمالها بالمناسبه في انها عشوائيه. والصناعه دي لو فقدت ميزه عشوائيتها في ناس كتير هيهربوا منها، لان هي مبنيه على المخاطره، مبنيه على اني انا ممكن في دوره اكسب 200,000 جنيه، هي قمار حلال، فهي مبنيه على العشوائيه، ان انا عندي امل ان انا اكسب مكاسب كبيره وده اللي بيخليني موجود. عارف لو العشوائيه انتهت من الصناعه دي هبقى عارف ان انا الليمت بتاع مكسبي مثلا 5,000 جنيه، في ناس كتير هيسيبوا الصناعه، مش هو ده التارجت بتاع حبهم للمكسب، لا ده انا عايز اكسب كتير. في المقابل ممكن ابقى قاعد هنا قاعد على ترابيزه عمر، في المقابل ممكن الاقي نفسي خسرت كتير جدا. فهي صناعه عشوائيه. اللي احنا دورنا نعمله ايه في العشوائيه دي؟ ان احنا ننظم عشوائيات. هرجع تاني خطوه لورا بعد اذن معالي الدكتوره في قصه القروض والخمسه في الميه. القروض صعبه جدا يا دكتوره، معظم المربين والمزارعين حاولوا ياخدوا قروض وما عرفوش ياخدوها، يعني اجتهدوا كتير في انهم ياخدوها وما عرفوش. في يعني هو بيقول لك عشان تاخد قرض لازم تبقى مرخص، وعشان تبقى مرخص لازم مزرعتك تبقى كويسه، ما انت لا لازم المزرعه اصلا تبقى كويسه، فكده انت هي البيضه الاول ولا الفرخه؟ فهو مش هيعرف ياخد قرض طول ما مزرعته مزرعه سقفها بايظ وشكلها وحش وكلام من ده. بمجرد يعني قصدي ان هي الموضوع فيه استحاله في موضوع القروض. ثم ان المربي القرض بالنسبه له هيسيء استخدامه، ومش عارف حضرتك نجح القروض في البتيلو ولا ما نجحش، بس نجح لو نجح في البتيلو يبقى ان شاء الله ممكن ينجح معانا في التسميه. انا طولت عليكم وشاكر فضلكم وبعتذر لاعتراضي، بس هي البوينت بقولها لا هو الدكتوره عارفه ان انا قد ايه بحبها، وقلت لها دايما ان اختلافي معاكي واختلاف محب، طبعا اختلافي مع الدكتوره هنا اختلاف محب. شاكر جدا ليكم وشكرا جزيلا. اكيد بس زكي هذا الهدف من الطاولة المستديرة انه نقدر نتناقش على اطول وقت. يعني بكل صراحة بدي اقول لك اذا ما فيش تشريعات لتنظيم هذه الصناعة هنضل نعك فيها بتكاليف مرتفعة ومش هتنزل تكاليفنا. وبدي اقول لك من دلوقتي من كبار المزارعين اللي عم اشار اليهم هؤلاء سيذهبوا الى الصحراء اللي نتكلم عنه بدون اي بنيه تحتيه من الحكومه ولا اي شيء، وحيكونوا كبار اولا في الانتاجيه، حتنزل تكاليفهم لانه نفوقهم حيكون اقل وادارتهم حتكون اسلم، راح يوصلوا لمرحله انه يكونوا هم اللي منافسين لهؤلاء الصغار اللي عم تتكلم عنهم مع الاسف. وهيدي يعني سنه الحياه، يعني اذا ما ساعدناش الصغار اللي ينتقلوا الى الصحراء حتى يستمروا في هذا الانتاج ويعيشوا وراء هذه الشغله حيوقفوا غصبا عنهم بشكل او باخر. هيدي مع الوقت، مش عم بقول بكره او بعد بكره، اكد لك انا الكبار يعني، وهيدي مهمه هذه الكبار وضروره هؤلاء انه ينزلوا على الساحه ويشتغلوا صح ببايو سيكيورتي، وما فيش ضرورة للتلقيح لإنفلونزا الطيور، ولازم هذا البلد يخرج من هذه الأزمة الفظيعة المستوطنة. يعني مش حلوة بقى نضل نحن مثل إندونيسيا أو غير إندونيسيا. أنا بحب بس أذكر موضوع المسافات دكتورة، لما بالدول اللي لا تسمح بالتحصين، أنت بتعرفي أكثر مني طبعا، في نظام عند هذه الدول اللي عندها القدرة أن تدفع
قيمة المعدوم في حال صار في عندنا بؤرة واحدة بيجبرون لك على مسافة 5 كيلو أو 3 كيلو اللي هي كل الطيور إن كانت مصابة أو غير مصابة تعدم. ليه؟ لأنه المسافة is of essence of essence. إذا كان ننتظر لحتى ننصاب لنقول المسافة بدنا نعملها، ما هي يعني بالدول اللي ما بتسمحش بالتحصيل تروح تعدم كل الطيور على مسافات بعيدة حتى لو لم تكن مصابة بإنفلونزا الطيور. إذا هناك فكر يعني يعتمد على هذا الموضوع، لما نقول خلينا نعمل المسافات من الأول قبل ما ننصاب وبعدين نضطر أن نعدم وما نعودش على الناس لأنه يعني الإمكانيات لا تسمح بالطبع. هطلب من مستر غسان، مستر غسان هطلب منه أن على المائدة مستر غسان أطلب منه إن على المائدة المستديرة اللي هتتعمل نحاول نتفق مع بعض نوصل لبعض بإن اللي قاله موسى بيه واللي أنا بقوله إن إحنا بقى نحاول إن إحنا المربي الصغير ده نحاول نخدمه في مكانه، في المكان اللي هو فيه أطوره في مكانه وحاول أخلي إنتاجيته وتكلفتها تقل في نفس ذات مكانه، يا إما أوفر له البنية التحتية لأنه هو جزء من مسؤولية الدولة يا دكتورة، لأن اللي مش قادر المفروض يكون من مسؤولية الدولة إن أنا أديله مستشفى أديله طريق. موسى بيه قال إن المستثمرين هيتنقلوا المناطق الصحراوية وهم هيعملوا بنفسهم البنية لنفسهم، تمام. طب المربي ده مش الصغير مش هيبقى عنده القدرة دي، هيموت زي ما حضرتك انا سالتك على السلوجا امبارح بتاع اللقاء او الملتقى النهارده، فانت قلت لي ان احنا مش عايزين نفطس، قلت لي مفيش سلوجا بس احنا مش عايزين هي نفطس، دي كلمه ظاهره عندك هي بس قلت له هي كلمه حلوه تنفع تبقى سلوجا، مش عايزين نفطس المربي الصغير، فاحنا خلونا نتفق ان احنا نشوف ازاي نخدم المربي في المكان بتاعه. دكتوره منى انا هرد برد بسيط على مستر خالد سعودي، لان احنا بنتفق في المهم، لان احنا في الاخر مصلحه المربي والمنتج والمستهلك. لما بنتكلم على قانون 70 عشان هو المفهوم بتاعه منع نقل الطيور، ده مش حقيقة، هو منع تداول الطيور الحية، التداول اللي هو عند الفرنجي ده التداول. ولما القانون يتقال ان ما ينفعش في ناس زي ما زميلي الفاضل الاستاذ الدكتور قال احنا ما بصناش للمستهلك اللي عايز يشوف الفرخه وبياخد الفراخ يحطها في الفريزر مع انها غير مؤهله انها تتحط في الفريزر، لان فريزر البيت ده الحفظ المجمد وليس للتجميد. فمن الاولى ان يبقى فيه نوع من، طبعا حضراتكم عشان الاعلام انا بتكلم لزملائي الاعلاميين، ان ده دورهم، ان ست البيت لما تكوني عايزه تعيني في الفريزر روحي خدي مجمد حطيه في الفريزر، عايزه تاكلي فريش خديه حطيه في الثلاجه لمده اسبوع فريش تاكلي فريش. هنا هتفهم طب انا باخد ليه من الفرنجي واحطه في الفريزر ويبقى انا باخد حاجه ملهاش قيمه غذائيه. فقال على قانون، القانون كان محدد ان يكون في المناطق اللي هي المدن الكبيره اللي فيها نسبه وعي اكتر والتحضر اكتر وبلاد سياحيه وبيجي لنا الاجانب، والفكره مش في نقل الفراخ لان الفراخ في العالم كله بتتنقل من مكان لمكان مفيش مشكل، انما في اليه الذبح اللي خلت الناس تموت عندنا في مصر من الانفلونزا نتيجه الذبح الطيور دي، كانت الاساس في الناس او المواطنين اللي ماتوا كان من ذبح الطيور لانهم تعرضوا للكم فيروسات كبيره نتيجه عمليه الدم والحاجات دي. لا ما خد مني بس وبعد كده هنكمل. فعمليه ودي مش احنا ده العالم العلم بيقول كده، عشان كده حتى علمنا الناس لما تيجي تذبحي حط الطيور بتاعتك تحت حله او تحت حاجه علشان ما يحصلش سلاش
والدم ده يجي في وشك او الدم ده يحصل ان التنفس بتاعك هيبقى فيها فيروسات. وبالتالي لما بتكلم انا هنا على القانون، القانون قال لازم يكون في المدن الكبيره الاول، وان القرى دي مش هنوصل لها الا لما وعي المواطن نفسه نوصل. لان انت النهارده لما تيجي تقول لواحده في الريف هي اصلا بتذبح الفراخ اللي بتاعتها اللي في بيتها، لما تيجي تقول لها لا انت لازم تاخدي بالشكل ده، لازم بعد هتاخد مننا وقت كبير ان هي تستوعب ان لا، حتى لو انا عندي طيور انا هبعت اذبحها ولا اتعامل معاها باليه معينه، ان هم اللي يقولوا احنا عايزين ناكل فراخ مبرده. حتى لما كنا ابتديناه 2008 و2009 و10 كان لما ابتدينا في المدن، يعني مثلا لما اجي اقول الدقهليه يبقى المنصوره. ليه المنصوره؟ لان المنصوره طبيعه مختلفه، وان الفرارج بيلوث البيئه نتيجه المخلفات والريش والمصارين والقصص دي كلها. هي دي المشكله الاساسيه على فكره، مش المشكله نقل الطيور. فدي سهله، انما الجزء الثاني حضرتك اتكلمت فيه فعلا حقيقي، ان المربي عايز ياخد فلوسه كاش عشان يشتغل ويكمل. ودي المعضله اللي وقعنا فيها في كام سنه اللي فاتت دول، ان احنا مش عارفين نعمل شركه مساهمه. وقلنا يعني يا ما طالبت ان نعمل شركه مساهمه حتى لو كلنا ساهمنا. بشركه مساهمه يبقى عندها قدره ماليه بتشتري من المربي تديله فلوس عشان يشتغل، لان الراجل ده ما عندوش قدرات انه يكمل، وان هما يكملوا بقى ان ياخدوا الطيور ويدوها المجزر ويبتدي يبقى عندهم تسويق للمنتج، ساعدوا المربي ورجعوا ساعدوا المستهلك. وانا بعتبر ان لو كلنا كبير وصغير ساهم في هذه الشركه، الشركه هتبقى ناجحه وهتنجح الصناعه. ممكن تبدا بدعوه منك يا دكتوره، لان انا بتكلم بجد والله تماما. ممكن الشركه دي تبدا بدعوه من حضرتك لكبار المستثمرين ان هي ان هم يساهموا فيها باسهم، ودي حاجه هتكون الصغيرين هيدخلوا، الصغيرين يخشوا لانهم فعلا طلبوا الصغيرين يخشوا. بوينت اخير استسمحك مستر غسان، عشان حضرتك اثناء وجودك في الاتحاد شخصيا قلتي لي يا خالد احنا ما عندناش مشاكل في انفلونزا الطيور زي دول كتيره جدا، بس احنا بالنص قلتي لي ايام حضرتك كنت مدير عام الاتحاد قبل توليكي منصب الوزاره، قلتي لي ان احنا بنفضح نفسنا بنفسنا واحنا اللي بنشوه صورتنا. فعشان كده انا بعيد على حضرتك الموضوع، احنا مش مفروض نشوه صورتنا، احنا عندنا الانفلونزا محصوره جدا. احنا عدد حالات الوفيات في انفلونزا الطيور لا لا بتتكلم في في البني ادمين، في البني ادمين خلاص الموضوع ده انتهى. ايوه ده اللي انا عايز اقوله يا دكتور، ده اللي انا عايز اقوله يا دكتور. ليه هو اللي مات في مصر مات ليه ايامها، انما احنا النهارده بلس ان مفيش واحد فيهم مات في مزرعه. لا بلس ان مفيش واحد فيهم مات في مزرعه. ما بتذبحش انت في المزرعه؟ لا هو ده بتذبح في المزرعه هيموت ازاي؟ ما انا بقول لك عشان كده لما قلت موضوع الذبح هو اللي فعلا خلى ومعظمهم سيدات، لان الست بتذبح في البيت والاطفال جنبها، ودي كانت مشكله. ويمكن انا قلت ان عمليه التقصي اللي كان بيتم عندنا في الوزاره ويروح ياخده من الاسواق ده كان بيرفع نسبه الحالات، وده كان خطا جسيم. عشان كده احنا غيرنا السيستم بتاع السيرفيلانس، والسيرفيلانس ده لازم يكون على المزارع نفسها وعلى الاصل نفسه، عشان ما يبقاش عندي بقره خليهم 100 بقره يبقى انا بلد منبوءه. وبالتالي السيستم ده شويه وان شاء الله هيبقى فيه تحسن اكبر. عايزه اطمن حضرتك على القروض. البيتيلو تم إعادة الفلوس اللي اتصرفت 100% 100% وده كان مشروع ناجح ونجاح مبهر. حضرتك قلت إن صغار المربيين ما بيقدروش ياخدوا قرض لأن ما عندهمش تراخيص. عايز أقول لحضرتك كلمة التراخيص اللي تمت الفترات اللي فاتت ولأول مرة يزيد، إحنا ما كانش عندنا إلا 1500 مزرعة إنتاج حيواني ودجين مرخصة قبل 2007 أو 17، وصلنا ل 42 ألف مزرعة دواجن وإنتاج حيواني في زمن وجيز. ليه؟ لأن إحنا كنا بندي برضو للمزارع تسهيلات، لا ترخيص تشغيل، بمعنى هو قائم حتى لو سقف وحش أو حيطان وحشة، ونديها له سنة عشان يقدر ياخد بيها القرض عشان يطور نفسه، وبعد كده بيبقى الترخيص ترخيص دائم. فالقصة دي مهمة إن حضرتك الإعلام يتكلم على الدواجن المهمه قد ايه في انه ياكل مبرد وياكل المجمد امتى، وايه الحاله الصحيه الكويسه، والقروض نسبتها ايه. واحنا هنا عندنا كذا حد من الزملاء هنا من الاعلاميين
هو ده الدور بتاعهم الحقيقة. القعدة دي ان تنقل وجهات النظر من هنا تتوسع لكل المنتجين. أشكرك. شكرا جزيلا. أشكر معليك. أشكر معليك. ايه التقرير الطويل ده؟ ليه بنعرض على حضراتكم تقرير بهذا الطول؟ لان هو مش مفترض ان هو تقرير، هو وكأننا في حلقة استضفنا موسى بيفريج ومعالي نائب وزير الزراعة السابق الدكتورة منى محرز وناقشناهم كأنها حلقة ونقلنا لكم هذه الحلقة. دي ميزة الإيفنتات. حبينا نعرض ليكم احنا بنكلم المسؤولين وبنكلم رجال الاعمال بنكلمهم ازاي، مش احنا مش هنا بنكلمكم بس او بنعرض عليكم مشاكلنا وبنحكي وناخد وندي مع بعض وخلاص، لا، كل ما نقوله نذهب به ونتحدث به في كل مكان. معالي نائب وزير الزراعه السابق الدكتوره منى محرز بالنص هو ده أول ظهور ليها بعد تركها المنصب الوزاري، بالنص قالت لي أنت أكتر حد هاجمتني وأنا عمري ما زعلت منك وأنت بتهاجمني أثناء وجودي في الوزارة، عمري ما زعلت منك لأنك عمرك ما هاجمتني بأسلوب غير لائق، كنت دائم الهجوم بأسلوب يليق. ودي حاجة هي دي طريقتنا في الحوار يعني. اتكلمت زي ما نكون قاعدين مع بعض في البرنامج هنا، واتكلمت وحضراتكم سمعتوها بتناقش قانون 70، بتناقش القروض وكذا وكذا، لان الدكتورة منى محرز ملفات الوزارة كلها كانت تحت ايديها وقدامها، فهي ادرى بيها من اي حد، فحضراتكم سمعتوها. بشكرها طبعا على سعة صدرها. كمان موسى بيفريجي ده مؤسس مجموعة الوادي، وأعتقد كمان إن هو مؤسس حاجة اسمها دواجن في منطقة الشرق الأوسط. بشكره شكرا جزيلا. هو له آراء معينة إن المربي الصغير إن ما كانش يتكتل ويبقى في مجموعات فبالضرورة إنه مع الوقت هيحصل إن المربي الصغير هينقرض، لأن الشركات الكبيرة تكلفتها أقل وهينافسه بصورة بشعة. فهو بيقولها اللي بيطلع في دماغه بيقوله، ما بيحاولش يزوق الكلام، بيقول ان المربي الصغير ان لم يتكتل هيندثر، ودي مشكلة موسى بيفرج ان هو صريح يعني. فانا برضو بشكره على صراحته. كمان في هذا الايفنت بشكر الدكتور سامي عفت، هو الداعي ليا في هذا المؤتمر. والدكتور سامي عفت لمن لا يعلمه واعتقد ان الكل عارفه، هو صاحب شركة العفت تريدنج، والراجل ده له عندي منزلة خاصة جدا. الراجل ده ما بيسيبش مؤتمر او لقاء او ايفنت او احتفالية او تجمع للمربيين حتى الصغيرين قوي الا ما بيكون حاضره، وهو مش مجبر انه يعمل كده، هو بيحضره حبا في هذه الصناعة. وانا فعلا هو من الناس على المستوى الشخصي وعلى المستوى العملي، سامي بيك عفت من الناس اللي انا بحبها جدا. برضو مش هنسى اشكر مستر غسان انطوان صايغ، ده رئيس مجلس ادارة مجلة الشرق الاوسط، المجلة العالمية اللي بتتكلم عن الدواجن وعن المواشي، ده برضو حد من الناس المعتبرة في المجال بتاعنا. مؤسس المجلة دي من سنين كان الأب أنطوان صايغ، ربنا يديله الصحة. وبشكر غسان بيه على هذا اللقاء اللي احنا حضرناه واللي قدر فيه يجمع كوكبة. هو قالها باللغة بتاعته كده، قال إن اللي كانوا مجتمعين هم كريم دي كريم، كريم دي كريمة، يعني كريمة الكريمة في الصناعة كانوا موجودين وسمعنا منهم. طبعا الايفنت ده كان ساعتين ثلاثة أربعة، كان وقت طويل مش هينفع نعرضهولكم في حلقة، بس كل حلقة هنحتاج منه مثلا
فكرة أو معلومة حد كان بيقولها هنجيب لكم الجزئية اللي تفيدنا في هذا الشأن. معرض VIV المعرض الدولي هو معرض سلسلة معارض هولندية بتلف العالم كله بتعمل معارض زي أجرينا بس دولي. بشكر ليهم الإيفنت ده وكان إيفنت مهم جدا وإحنا قلنا بقى إن المعارض بدأت تغير سياستها ما بقاش مجرد إن هو بيعرض شركات بتعرض منتجاتها وجمهور بيجي يتفرج، لا ده بقوا بيقدموا خدمات، خدمات دي زي ندوات، زي تبنوا فكرة، زي ما الفي آي في متبني فكرة الأمن الحيوي. بمناسبة الأمن الحيوي اللي أنا قلته في الأول، فكرة إن إحنا مش مهتمين كمربين بالأمن الحيوي، فعلا وانا واحد منكم مش مهتم بالامن الحيوي ودي مصيبه. عندنا حاجتين، امن حيوي وامن صناعي، والاثنين لازم نهتم بيهم. تقريبا من 3-4 اسابيع انا عندي مزرعه من المزارع ولعت نار. الاولاد ضربوا عليا بالليل الساعه 2-3 بالليل بيقولوا لي المزرعه ولعت وطبعا مش عارفين يطفوها، وهي مزرعة 4 أدوار مظبوطة تمام التمام وولعت، فما بال بقى لو مزرعة من المزارع بتاعتنا اللي هي العادية بقى اللي هي الأسقف المعروشة دي، بقى مزرعة كويسة جدا وولعت، ضربوا عليا المزرعة ولعت مش عارفين يطفوها. الأمن بقى، أنا لو كنت اشتريت طفاية كان زمان المشكلة دي اتحلت، لو كان عندي طفاية كان زمان المشكلة دي اتحلت، انما كل ما حد يجي يدور على الطفايات عندي نقوم جايبين 3-4 طفايات قديمه وحاطينهم في المزرعه، قال ايه هم دول الطفايات بتوع الامن الصناعي. يعني احنا بنضحك على نفسنا. لازم المزرعه يتوفر فيها يا جماعه امن صناعي وامن حيوي، وده مش عشان حد بيجبرني ان انا اعمل كده، لا ده عشان ده في مصلحتي، ده في مصلحتي فأنا لازم أعمله. لو أنا كنت اشتريت طفاية للحريق كان زمان المشكلة دي انتهت، وما حطيتش طفايات لعبة كده هوت كل ما حد يجي يعمل عليا مراقبة أوريها له. إذن والشاهد من الموضوع إن ما أنا أعتقده إن هو مش مهم، لا هو مهم وجدا جدا جدا كمان. أنا سعيد بلقائي معاكم، إن شاء الله نتقابل الأسبوع الجاي، وعندي ليكم الأسبوع الجاي مفاجأة إن شاء الله. الأسبوع الجاي مفاجأة. أشوفكم الأسبوع الجاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.